بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله صيام الجميع. ونكمل في دورة بلازور الدرس 44 مع الأستاذ كيري عبد العالي MVP مايكروسوفت. اليوم إن شاء الله سنتكلم على كيفية إدراج ريفيت في تطبيق ويب أسمبلي يعني بالبلازور. هذا الدرس قد قمنا به سابقا يعني منذ أيام في دورة الدوت نت، دوت نت كور ودوت نت سيس، الدرس 55، وسأعطيكم الرابط إن شاء الله. كيفية استغلال خدمة ويب بخدمة ويب، يعني عندي REST API، أريد أن هذا REST عندي ميثود، أريد أن يقوم في هذه الميثود باستغلال خدمة أخرى أو أند بوينت أو ويب ميثود أخرى موجودة في سيرفر آخر، في خدمة ويب أخرى، في سيرفيس آخر، وبدون كود. بدون كود معناها استعملنا ريفيت. مكتبة ريفيت هي استعمال HTTP client، لأن قلنا بالكود سنكتب new HTTP client ثم هذا الأوبجكت و get وكذا وكذا الأكواد. أما بواسطة ريفيت ما علينا إلا إنشاء انترفاس بنفس الميثودات الموجودة في الأند بوينت أو هذا الويب سيرفيس الذي سيعطينا يدرج لنا يعني الميثودات. ف اليوم يعني هذا الدرس عملناه عن طريق ويب اي بي مع ويب اي بي اخر. اليوم ان شاء الله سنكمل دوره البلازر، هذه الدوره الجميله جدا، وسنكملها ان شاء الله اليوم ونتعلم كيف ادراج ريفيت في بلازر. انا حضرت الكود بما اني عملت الكود مسبقا، اذا حضرت الكود وساريكم فقط بسرعه هكذا نتفادى التكرار. يعني كما تلاحظون الاند بوينت هي افتراضيا موجوده، يعني هذه الاند بوينت موجوده يعني عندما تنشئ REST API بالدوت نت سيس او دوت نت كور فيعطيك اند بوينت بهذا الكود يعني. وهذه الداتا نريد استغلال هذه الداتا وعرضها في بلازر بهذه الكيفيه، يعني في طابل في بلازر بواسطه ريفيت بدون استعمال HTTP new. اوكي، نفتح فيجوال ستوديو واريكم ماذا قمت بعمله كي تحصلت على هذه الواجهه. اذا مباشره عندي في السوليشن عندي API والفرونت اند بارت وهو بلازر، قد يكون انجولار، قد يكون فيو الى اخره. انا بطبيعه الحال نختار هنا بلازر لان هدف الدرس هو بلازر. اذا REST API ماذا يوجد بداخله؟ فقط يعني لم أغير ولا شيء في الكود، فقط بعض الإضافات. وهذا الكود عندما ننشئ برنامج أو REST API دوت نت سيس أوتوماتيكيا أصبح عندي بروجرام سياس ولا يوجد عندي ستارت أب، لا يوجد عندي كنترولر، مباشرة الكود موجود هناك كمثال. أوكي، فتركت الأمور كما هي، فقط ضفت الكروس أوريجين، إذا أد كروس، وبطبيعة الحال أعطيت له يعني قلت له سيقبل كل شيء، قل له أوني أوريجين، أي أوريجين سيقبله. أوكي، وهذه الأند بوينت موجودة مسبقا، يعني لم أكتبها أنا، هي موجودة كافتراضيا في هذا الكود، هي التي تعطيني الداتا التي شاهدتهمها منذ قليل. أريد استغلال هذه الداتا بواسطة بلازر. أوكي، نرجع إلى درس البلازر الآن، لأن REST API لم أعمل ولا شيء، فقط عملت الكروس أوريجين. اوكي، نرجع الى البلازر. في البلازر افتراضيا كما تشاهدون يعطيني بعض الصفحات مثل ما تعودنا في درس البلازر. انشات فقط موديل هنا، المفروض هذا الموديل يكون في دي ال ال اخر، يكون كومن، نسميه كومن او كومن موديل او كومن انتيتيز، لان نفس الموديل هذا نستعمله في الفرونت اند والباك اند. هنا هو هنا عباره عن ريكورد، اوكي، يعني فقط يعني حاله استثنائيه هنا، من المفروض يعني لاني لم اغير شيء فقط، من المفروض ان انقل هذا الريكورد، هذا اجعله كلاس او اتركه ريكورد، ويكون في ملف دي ال ال اخر، يكون ريفرنسي هنا في الاب اي وايضا في البلازر. وبذلك لا اكرر هنا نفس الموديل، يعني موجود هنا الموديل وهنا الموديل، هذا موديل من نوع دي تي او، يعني ارسله من REST API واستقبله في
البلازا. لذلك من الأحسن أن يكون في ديالان لوحده، ويكون استرجاعه هنا، ولا يكون عندي مجلد موديل هنا. أوكي، لا علينا. إذا أنشأت فقط لاسترجاع الداتا، أنشأت هذا الموديل بنفس الحقول الموجودة في الريزلت، يعني المراد استرجاعها. نضيف ريفيت، تعلمنا كيف نضيف ريفيت في الدرس السابق، وهي انطلاقا من نيوجيت نضيف ريفيت كليونت فاكتوري. بعد إضافة المكتبة عن طريق نيوجيت ريفيت HTTP كليونت فاكتوري، نذهب إلى البروجرام هنا ونضيف مثل ما عملت لكم في الفيديو add ريفيت كليونت، ونعطيه الكونفيجريشن اللازمة مثل هذا الكود ما تلاحظون. وهذا الكود قلت له أن الأدرس أو العنوان الأوند بوينت أو عنوان الويب أبي أي موجودة في ماي أبي أي URL، وهي موجودة في ملف الجيزون. ملف الجيزون طبعا في البلازر لا تجدونه، عليكم إضافة هذا الملف. وهذه أبي أي ماي أبي أي والURL الخاص بالباك إند. أوكي، بعدما اضفنا عرفنا في الكونفيج هنا عرفنا الريفيت. اوكي، الان نستطيع استرجاعها او استغلالها. فبطبيعه الحال عندي يعني دائما انا احب يعني التغيير ما بين الابي اي، هنا في الابي اي اعمل سيرفيس وكنترولر، وفي البلازر لا اريد تسميه نفس الشيء، بل لا اسميه سيرفيس بل اسميه كار مثل انجولار. اوكي، فسميته كار، وبداخله وضعت ريفيت. نستطيع ان نسميها ايضا تول يعني، او مكان، او ريفيت، مجلد ريفيت، ونضع فيه الريفيت يعني انترفاس. المهم هنا من المفروض نجد كل السيرفيس، يعني كل الاشياء التي تتخاطب مع الباك اند، او الكوش ميتي نسميها، او ميتي لكن على مستوى الفرونت اند، وليس على نتكلم على الباك اند هنا. ف المعالجات التي تتم على الفرونت اند نضيفها هنا في هذه المجلد. و ضفت ايضا ريفيت سميتها انترفاس، سميتها اي ريفيت كليونت، واعطيتها كما قلنا ان ريفيت لا يطلب كود، لا نكتب كود للاتش تي بي كليون، فقط نعيد ما هو مكتوب في الكنترولر على مستوى الكنترولر. انا هنا في الكنترولر الخاص بي بطبيعه الحال لا يوجد مجلد كنترولر، يوجد هذه الميثود، هذه الاند بوينت كما تلاحظون، هي هذا الاسم، واليورال لنفس الاسم يكون هنا، وانشئ ميثود التي استطيع استرجاع بها او التي عن طريق ريفيت طبعا اوتوماتيكيا تذهب الى الباك اند وتنفذ هذا الكود الموجود هنا. اوكي، فبالريفيت هنا استطعت بدون كتابه كود اتصل بالباك اند واسترجاع ماذا سترجع لي هذه الميثود. الان في على مستوى البلازر، صفحه البلازر اندكس، عملت يعني نفس الشيء، نفس الدروس السابقه، عندي طابل وعندي if اذا كان item هذا لا يساوي للنيل فسيرسم الجدول، سيرسم الجدول فيه هذه الحقول او الكولون، ويعمل حلقه تكراريه لما هو موجود في الايتم. الايتم فيه دات وهذه الامور، هذه الحقول التي استرجعها. الايتم هذا استرجعته من الريفيت، اذا الايتم يساوي ريفيت كليون اللي هي لا كلاس ريفيت، هنا الانترفاس ريفيت. ناديت ريفيت كليون بوان جيت هذا الاند بوينت الموجوده في الريس اب اي، فبنفس سميتها بنفس الاسم، يعني نستطيع تغيير الاسم بطبيعه الحال هنا، هذا هو الاسم الضروري، لان ريفيت كي يرتبط مع الاب اي لابد ان يكون ان يعرف ما هي الميثود الموجوده في الاب اي، فهذا هو الاسم الموجود في الاب اي. اذا هذه مثل ما نعمل http كليون بوان جيت ونعطيه اليو ار ال، URL زائد الاسم الميثود. فعوض كتابة هذا نكتب فقط هنا هذا الانوتيشن، وفقط وننشئ الميثود التي سترجع لي انيميرابل هذه الامور. بعد ذلك في المستوى الصفحة مجرد اطلبها واكتبها في هذا الانيميرابل، فيكون عندي قائمة الايتم هنا، واستطيع عمل باركورية يعني دورة حلقة تكرارية لكل الأسطر الموجودة في الجدول، وأرسمها وأكتبها هنا عن طريق الـ HTML. وسننفذ الآن.
سألني بعض يعني أو صديق مبتدئ، قال لي يعني كيف تستطيع تنفيذ التطبيقين في نفس الوقت؟ فللتجربة تعمل هكذا: Property Listulation، وتذهب هنا بمفرض يعني عملت هذه التشيك هنا، تعمل هنا تشيك وتقول له هنا Start دماري Start. هكذا تستطيع تنفيذ التطبيقين في آن واحد، عندما تعمل Start هنا أو دماري، فسينفذ التطبيقين الباكند والفرونتند في آن واحد، وتتحصل على هذه الواجهتين، واحدة خاصة بالبلازر وواحدة خاصة بالباكند. يهمنا البلازر، وكما تلاحظون هذه الداتا التي استرجعتها من الـ API بواسطة ريفيت. كما تلاحظون حتى الداتا تتغير يعني لأنه هو ديناميك الباكند. هذا كل شيء في درس هذا اليوم، أتمنى أنكم استفدتم. إلى درس قادم إن شاء الله، خاصة استعمال الريفيت مع جي دبليو بي تي ضروري جدا، أنا سأبدأ أستخدمها يعني في العمل، فأكيد يعني أحتاج إلى الأوثنتيكيشن، والأوثنتيكيشن سأعملها إن شاء الله في كي كلوك، دورة الكي كلوك بدأتها، بدأ درس واحد حاليا، سنكمل ذلك إن شاء الله تدريجيا. وعندما نعمل الكي كلوك وينشئ لي الجي دبليو بي تي توكن، علي ان استقبل هذا الجي دبليو بي تي على مسار البلازر وارسل هذا الجي دبليو بي تي في الريفيت. فكيف يتم ذلك؟ هو اكيد فقط بارامتراج هنا، نضيف بعض الاسطر وكفى. اظن ذلك يعني، لم اجرب بعد. الى دروس قادمه ان شاء الله. السلام عليكم وصحة طوركم ان شاء الله.